صباح النور البنات، كديري لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ عيد مبارك سعيد، عيدو تعاودوا ان شاء الله باش ما تمنيتو بالصحه والسلامه والرزق وطوله العمر. اليوم البنات العيد، وجيت نشارك معكم كيفاش غادي ندوز العيد مع دارنا ومع بنتي وراجلي والكليب ديالي. حنا دابا في الطوموبيل وغادي نمشيو ان شاء الله للدار، وجيب معايا واحد المفاجاه في الشكل، واحد الكادو غريب جدا اللي غادي ندير للدار ديالنا، ومن بعد غادي نشرح لكم علاش وكيفاش. تابعوا معايا الفيديو البنات، ولا بغيتو خليو لي الراي ديالكم. وعيد مبارك سعيد مره اخرى. وهذا البنات هي الكسيوه ديال العيد اللي لبست بنتي، كنت شاركتها معكم في الفيديو اللي فات. تقديتها من اوريجينال ماريز، كسيوه ديال الجين، وتريكوكم اللي تحت منها البيض الليبه والصبيبيط ديال كيابي. صراحه البنات فنين وغزالين، انا بعدا حمقوني، كنت حايره اش نلبسها نهار العيد، ولبستها هادو اللي ممكن انا تلبسهم حتى في الصيف، لانني في بلاصه تريكوكم غادي نلبسها تريكونسكم، وما غاديش نلبسها الليبه فقط الصبيبيط. حنا شدينا الطريق دابا البنات، غادا ندوز ناخذ هذيك المفاجاه اللي قلت لكم غادا نديها لمالين الدار ان شاء الله. كما كتشوفوا الجو صراحه خايب شويه، لان كاين الشتاء وكاين عندنا البرد، ما عرفتش يعني الجو كيفاش داير في المنطقه اللي ساكنين فيها دارنا، حتى هما بعاد علينا بشي ساعه ونص ديال الطريق، يعني تابعين للمدينه واحده اخرى. ونتمنى انه يكون الجو زوين باش نقدروا نجلسوا شي جلسه برا. المهم البنات، انا دابا وصلت للبلاصه اللي قلت لكم غادا ناخذ منها واحد الحاجه، واحد المفاجاه اللي غادا نديها لمالي الدار، وتابعوا معايا الفيديو باش نوريكم دابا اشنو غادا ناخذ. كما كتشوفوا البنات هنا عندي الدرا، وجيت عندي جات عندي هنايا باش نعطيهم شويه ديال الماكله واخا ياكلوا بطبع طبيعي. هانتوما البنات البيضات ديال الصباح، عندي حاليا بزاف البيضات، بيض طبيعي ماشي هذاك البيض المشري ديال المارشي. شوفوا البنات هذه الارض ديالي انا وراجلي دايرين فيها الدجاج، هذا الكلب ديالنا غولف غولف عزيز علينا معنا في الدار. نجيب لكم البنات واحد الدوره خفيفه في الارض قبل ما نمشي للدار عندنا باش ندوزو العيد. هنايا الله بدات كتخرج واحد شويه الشميشه، يعني ان شاء الله هذا النهار كيبشر بالخير. شوفوا البنات شحال زوينه هنا الطبيعه، هذا العنب كما كتشوفوا يلاه جاي نايض، انا البنات كل صباح كنجي هنايا كيكون راجلي خدام كنجي كندوز الوقيت ديالي انا وبنت ديالي. كما كتشوفوني تبارك الله كاين اتساع كبير، والكلب ديالي دابا هو كيحرك بحال شي عود غالف هوبلا برافو برافو غالف باي ستايجو. ان شاء الله دابا قربوا يوجدوا الفواكه اللي كيكونوا هنا عندنا في الارض. هنا عندنا البنات الزيتون، الصراحه الزيتون العام اللي فات كان عطانا بزاف ديال الزيت،
حطينا هالمعصره. واخا انا عايشين في اوروبا ولكن عززنا العيشه ديال الباديه. نحنا ساكنين في مدينه، مي قررنا ناخذوا هاد الارض اللي فيها كما كتشوفوا الهي بيت وكوزينه، وعندنا جوج مكازات كبار كاينين في هاد الجهه هنايا اللي كنجمعوا فيهم كاع المسائل اللي ما كنحتاجوهاش في الدار. طبعا هي الارض عليها كامله السلك وبالسوار ديالها بكلشي ليها. كاين عندنا بنات شجرات ديال البعويض، كاين شجرات ديال البرقوق، كاين هذاك البرقوق ديال المرقه، كاين العنب، شنو كاين ثاني، شنو كاين، كاين الكاكي، كاين الكاكي هذاك الليموني، وكاين ثاني ما معقلت. المهم كاين بزاف ديال الفواكه، تما البنات غادي نوريكم رجعوا لعند الدجاجات. يعني ما شاء الله غاديين وكيكبروا. هنا درنا لهم هاد الحد هكا باش ما يمشوش عند الزريعات. كما كتشوفوا هنا غارسين مطيشه والدنجال وفلفله والبصله. انا غادي ندخل نوريكم. هذه المطيشه، هنا كاين الدنجال باقي ما بانش مزيان، كاينه فلفله، وهنا كاين البصله. ومازال ان شاء الله في هذا البلايص غادي نديرو النعناع والقرعه وبزاف ديال الخضار اخرين باش ناكلو كلشي 100% طبيعي. شوفوا البنات المنظر شحال كان زوين، بالاخص ملي كيكون الجو زوين كنجيو هنا كنديرو الشوايه كنشويو. ودوزنا حتى العيد الكبير دوزنا هنا، ذبحنا الحولي هنايا وكلشي. مادا ان شاء الله ملي غادي يوصل العيد الكبير غادي نشارك معاكم الفيديو ديال العيد. المهم البنات انا دابا عطيت الدجاج الماكله، غادي نخليهم هنا دابا كيسرحوا ياكلوا هادشي بوحدهم، وحتى العشيه ان شاء الله غادي نرجع عندهم باش نتاكد انهم دخلوا لهاد المكازا. هنايا كما كتشوفوا هادي غادي يدخلوا لهاد المكازا كينعسوا فيها صافي. والغد حتى انا ثاني في الصباح كيرجعوا كيخرجوا، انا كنعطيهم النقب كنعطيهم هاد المايس وهما كياكلوا هادشي طبيعي. كنجي كندي البيضات اللي قسم الله نديهم للدار. وهاد العام في رمضان دوزنا رمضان كامل بالبيض بلدي، اللي هو احسن من البيض الاخر اللي كنتقداوه من السوبر ماركت. المهم البنات نخليكم مع هاد المنظر الرائع دابا ونمشي بحالي. خلاص تعطلت نتلاقاو ملي نوصل عند الدار ان شاء الله. المهم البنات انا يلا وصلت لدارنا. شوفوا سبحان الله احنا كان عندنا الشتا وهم عندهم الجو زوين بزاف. ها هو الكليب ديالي قالف. صراحة الجو زوين ودافي. وانا دابا غادي نوريكم المفاجأة الكبيرة اللي قلت لكم. هي المفاجأة البنات، جبت لمريض الدار جوج دجاجات شبرارج. وهنا دابا البنات يلا دخلت لدارنا نعرفكم على بنات خواتاتي بنات ختي التويميات سجود وميساء. الله حطوا لنا الفطور غادي نفطروا دابا.
تاني يا اختي الحويجة ديال الماس ديال العيد القوي ميجا بورا كوطوني حويجة انا ديال العيد ماما بابا ما كينساونيش انا تاني اختي على الموزون حويجة ديال التحت مالا ما تكونش حويج اري الحويجة ديال التحت ما يبان وهذا هو اللوك ديال البنات ديال نهار العيد كما كتشوفوا كنت شاركت معكم هاد الحويجات نهار شريتهم في الفيديو اللي فات الا كنتو شفتوه ولبست هاد السبادري في البيض والكحل والسروال في الكحل ولبست مع هاد القميجه اللي كنت وريتكم صراحه بارده وغزاله وزوينه مريحه بزاف وزدت عليها هاد الجيلي بحال هكا مستيلي بهاد الخويطات اللي كيدير ليهم منهم وزدت سميطه وطبعا ما نساوش الاكسسوارات اللي كنديرو حنا كاع البنات وكاع العيالات وشويه ديال الميكاب والشعر وراكم عارفين بمناسبه العيد ضروري الواحد كيتهلا في راسو وهذا هو غدانا ديال اليوم البنات كاين اللحم محمر في الفران ومعاه خضيره وبصيله من الفوق بطاطا الخيار شلاله عاديه اللوبيا والخس من التحت خبيز ديال الدار ومازال الثاني اللي هو السفه مدفونه بالدجاج انا غدا نوريها لكم البنات ملي غادي نحطوها بالصحه والراحه ليكم مرحبا بالنسيب بالصحه والراحه غداكم بارك الله فيك اختي هانتوما وهذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم السفه المدفونه بالدجاج بالصحه والراحه واش ما تمنيت ان شاء الله هذا هو الديسير ديالنا ديال اليوم تفاح وبنان الليمون غفلات ياك بالراحه هاي ديما كتقول ديالنا ودابا البنات غادي نمشيو بحالنا لدارنا وسمحوا لي ما صورتش لكم الفينال حيت كان الغوت ديال الدراري الصغار كانوا كلهم كيبكيو حيت بغاو يمشيو معنا للدار ولكن ما يمكنش نديهم معايا حيت الطريق بعيده وهما موالفين بزاف ماماهم ما يمكنش نديهم داكشي علاش كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا نهار زوين سمحوا لينا على الضحك وحنا حنا اللي كنديروا فيديوهات بالطبيعه ديالهم لان مولاي الدار ما كانش موجود بالكاميرا لذلك ملي كنا كنسجل الفيديوهات كان كيغلب علينا الضحك المهم الحمد لله دوزنا نهار زوين ونشطنا وفوجنا نتمنى انكم حتى نتوما تكونوا فوجتوا معنا ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل البنات ما تنساوش خليو ليا لايك وكومونتير وبالنسبه اللي ما ديرش سبسكرايب دير سبسكرايب ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل وبوسه كبيره وعيد مبارك سعيد والى فيديو مقبل ان شاء الله